استقبل الموصليون العام الميلادي الجديد باحتفالات واسعة في المرافق الثقافية والتراثية. ونظمت مؤسسات المجتمع المدني احتفالا في خان الجمارك الذي يعد أقدم الأسواق التراثية في مدينة الموصل القديمة. وتخلل هذا الاحتفال بازار لدعم ذوي المشاريع الصغيرة، وأكد المشاركون في هذا الاحتفال أنه لتسليط الضوء على واقع المدينة ومدى احتياجها إلى الترميم والإعمار وبناء الدور والمستشفيات. عادوا بنا ونحن نقيم للسنة الخامسة مهرجان أو كرنفال ترجع أحلى، دعما للأسواق القديمة والتراثية في مدينة الموصل، وخاصة أسواق باب الصراي، وأيضا هي مساحة ترفيهية للعوائل الكرام من أبناء المنطقة القديمة في الموصل القديمة. طبعا مشاركتنا هو اليوم الغرض منه هو أول شيء إحياء المدينة القديمة، أنه نغشي العالم أنه الموصل بدأت ترجع وبدأ يرجع، يعني الوضع أحسن وأحسن من قبل، ونعمل أنه على السنة الجديدة يصير إعمار أكثر من مستشفيات شوارع إلى آخره إن شاء الله. نطلب منهم أنهم يعودون، وهذا الاحتفال والمهرجان هو رسالة بحد ذاته أن عودوا يا أهل هذه المحلات، عودوا لمحلاتكم، عودوا لإحياء الموصل القديمة، عودوا لإحياء الأسواق القديمة، هذه قلب الموصل. هذا الاحتفال يعني الهدف من عنده أولا أنه تسليط العالم وتسليط الضوء أنه لحد هذا اليوم مدينتنا واللي هي مركز مدينة الموصل القديمة تعاني من الدمار وتعاني من الخراب. يعني احنا انتوا عشوفون يمكن ورايا الأضواء والأجواء، بس احنا حاليا في منطقة يعني رغم انه بدأ بها شوية اعمار، لكن تحتاج المزيد والمزيد دعم حكومي ودعم محلي.